برشلونة يونغ بويز وعودة ليالي الأبطال. بارسا في هذه المواجهة ديال يونغ بويز غيكون مطالب أكثر من أي وقت مضى بأنه يفوز بالمباراة، وماشي غير يفوز بل بالعكس أنه يفوز على الأقل في الشوط الأول بنتيجة مريحة. علاش؟ لأن برشلونة مطالب بإراحة بعض اللاعبين لأن الجهد البدني كان باد واضح وباين من خلال المباراة الأخيرة ديال أوساسونا. في هذا الفيديو الإخوان جينا نتكلموا على الماتش ديال برشلونة يونغ بويز في دوري أبطال أوروبا. وكل شيء كيعرف بان النكسه الاخيره ديال مباراه اساسونا ملعب السادار والهزيمه الثقيله المدله للرفاق هانزي فليك بعد ما كان صنع واحد الليالي حمراء الى بغينا نقولوا ليالي الفرح ديال برشلونه، 7 ديال الانتصارات ب 7 ديال المواجهات في لاليغا متصدر الترتيب وبعدد كبير من الاهداف وبفارق مريح من النقاط على متابعيه او ملاحقيه، اصبح بين فينا والاخرى دخل الشك الجمهور ديال البارسا او جمهور برشلونه بعد هذه الهزيمه امام اساسونا ب4 ديال الاهداف مقابل هدفين، خلات الجمهور ديال فريق برشلونه كيدخلوا داك الشك لان الهزيمه كانت بدايه ديال الهزيمه ديال فليك مع برشلونه هي مع موناكو في دوري ابطال اوروبا، والجمهور تقبل شيء ما الهزيمه نظرا لظروف المباراه ونظرا للطرد المبكر اللي كان ديال إيريك غارسيا، خلى الجمهور يشك ويقول ان الهزيمه جات بعد الطرد وبعد الطرد المبكر اللي كان بعد 10 دقائق من انطلاق المباراه. وحنا كاملين كما دائما كنتكلموا في كل فيديو كنهضروا على الاكراهات وكنهضروا على الاصابات وكنهضروا على ان برشلونه فليك يلاه كيعدي ليام الا بغينا نقولوا يلاه كيسلك يلاه كيحاول يرقع الظروف الممكنه بلاعبين ديال لا ماسيا يركب تركيبه ديالو، ولكن هادشي كامل ما كيعنيش ان هانزي فليك كان عنده مسؤوليه في الهزيمه ديال برشلونه مع اوساسونا ملعب السادار امام البامبلونا ب4 ديال الاهداف، خلات فريق برشلونه كيدخلوا الشك، خلات الجمهور ديال برشلونه عينوا على هذه المباراه في دوري ابطال اوروبا، وهادشي كان واضح مع ان هانزي فليك حتى هو حط العين ديالو على هذه المباراه ونسى المباراه ديال اوساسونا، لان دخل بخمسه ديال التغييرات خمسه ديال اللاعبين من لاماسيا خلاو فريق برشلونه يبان ضعف دفاعي كبير، شوارع في الدفاع فريق برشلونه ما كاينش داك التول داك التكتل في الهجوم، ما كاينش داك الضغط العكسي، الضغط العكسي وافتكار الكره ما شفناش من برشلونه بتاتا، يعني ما كاينش داك الشراسه والقتاليه على افتكار الكره، وكان اوساسونا كان رائع جدا في المرتدات، كان رائع جدا في ضرب ظهر الدفاع ديال فريق برشلونه اللي تمكن انه يوصل الشباك ديال فريق برشلونه ب4 الاهداف. لا هيك على بغينا نتكلموا على النكسه ديال الحراسه ديال فريق برشلونه، كل ما كنشوفوا انياكي بينيا كل ما كنشوفوا الغزاره ديال الاهداف شباك فريق برشلونه، للاسف هذا الحارس هذا لا احبده في فريق برشلونه والله القسم، الى قبل ما يجي فاش كان معار الفريق التركي غلطة سراي كنت كنشوف انا انياكي بينيا متالق، كنت كنشوف انياكي بينيا ربما كاين حارس ضايع عن فريق برشلونه هو معار، كنا كنتسناو الرجوع ديالو، ولكن لما رجع انياكي بينيا وخاصه في الموسم الماضي شفنا شباك ماشي غير فارغه، شباك كان شباك حدث ولا حرج، تيري عليه الثلاجه دخل، يعني حارس ينسيك في تيشيكن، تيشيكن كنا كيبان لنا ضعيف، كيبان لنا انه ما كيتلقى اهداف كثيره حتى هو، عنده اخطاء، ولكن ما غيوصلش للسوء اللي غيوصل به اللي وصل به انياكي بيني، داكشي علاش كنتهضرو غير فوقاش يتاهل تشيزيني ويدخل حارس رسمي لفريق برشلونه. هذه الظروف المحيطه ولا قبل المباراه ديال يونغ بويز، يونغ بويز داك الفريق ولا داك الخصم ماشي صعب، ماشي داك يونغ بويز داك الفريق اللي غنبقاو نهابوه واللي غنتكلموا عليه اللي غنقولوا ان المواجهه ديال فريق برشلونه صعيبه وان هانزي فليك خصو يخرج الانياب ديالو في هذه المباراه ويعوض لنا الهزيمه ديال اوساسونا وينسينا في الهزائم ما ديال دوري ابطال اوروبا وديال الليغا ديال اساسونا. هو فريق سهل، فريق سويسري ما عندوش تاريخ في دوري ابطال اوروبا، فريق دابا حاليا الى مشينا للاحصائيات ديالو في دوري السويسري غنلقاوه في المركز ما قبل الاخير اللي لعب ربما 4 حتى 5 المباريات عنده ربما 3 نقاط فقط، خسر 3 ديال المباريات وربح مباراة واحدة، يعني عنده احصائيات اللي هي جد سلبية سيئة جدا، عنده كيحصل كما قلت المركز ما قبل الاخير في الدوري السويسري، الدفاع ديالو من اضعف الدفاعات كاينه في الدوري السويسري، يعني مجموعه من الاشياء والامور اللي هي سلبيه في هذا الفريق اللي فريق كيبان ولا ربما عمليا انه في السهل بالنسبه لبرشلونه في متناول فريق برشلونه،
يعني داكشي علاش قلت انا في البدايه الفيديو ان برشلونه يجب عليه الضغط ويجب عليه يجب عليه تسجيل عدد كبير من الاهداف في الشوط الاول. يعني كل ما سجل اهداف كثيره في الشوط الاول كل ما كان احسن وكان افضل. علاش؟ باش يريح اللاعبين في الشوط الثاني، باش هكا نشوفوا التغييرات في الشوط الثاني، نشوفوا داك اراحه اللاعبين، لان هذه المدوره اللي شفنا ديال اوساسونا صراحه هي من الاخطاء السلبيه اللي دارها فليك، وكتحسب على فليك، كتحسب له اخطاء وكتحسب ان فليك اخطا. علاش؟ لان كنا شفنا مباريات سابقه لبرشلونه وشفنا ان برشلونه متقدم بغزاره من الاهداف، شفنا عنده اهداف كثيره، ومع ذلك اصر على مجموعه من اللاعبين يبقاو مشاركين في المباراه. ديك المباراه هذه كنا كنتكلموا كنقولوا علاش ان فليك كنتظروا غير يغير، مثلا ريح لامين جمال، ريح رافينيا، ريح ليفاندوفسكي، ريح كوندي، لماذا؟ لانه لعب مجموعه من المباريات، ربما لعب اكبر عدد من المباريات في صفوف برشلونه. يعني هنا كنا كنتظروا ان فليك ملي تكون رابح بواحد العدد ديال الاهداف اللي هو كبير ومريح، تما دير الشونجمون، تما دير التغييرات، ماشي حتى لو انك تلعب واحد المواجهه وتدخل مجموعه من التغييرات اللي كتخلي الفريق ديالك يبان ضعيف ويتلقى مجموعه من الاهداف اللي كتصعب عليك المباراه وكتصعب عليك المواجهه، وما كتقدش انك تكمل في ذاك النسق، وحتى الا ضغطتي عالي كتلقى اهداف عن طريق الهجمات المرتده. وكما شفنا هذا الشيء مع اوساسونا اللي كيحسن الهجمات المرتده واللي لاعب ولا خصم صعيب على الميدان ديالو. بالنسبه كما قلت المواجهه ديال غدا غادي نشوفوا تشكيله مغيره تقريبا شيئا ما الاساسيه. علاش؟ نظرا ان إيريك غارسيا غادي يكون موقف لانه تطرد في الماتش ديال موناكو، بالتالي التشكيله تقريبا متوقعه واللي كنتوقع انا غادي يدخل بها المدرب إنياكي بينيا للاسف، لان ما كاينش بديل لإنياكي بينيا في حراسه المرمى. بالنسبه لكوندي كظهير، باوكو بارسي، إنيكو مارتينيز وبالدي. اما بالنسبه للاعبي المحور او لاعبي بوكس تو بوكس بالنسبه لوسط الميدان غادي يكون كاسادو وبيدري. الرقم 10 هو اللي غادي يكون علامه استفهام بالنسبه لتشكيل فريق برشلونه في هذا اللقاء، وبالتالي كنفكر انا ربما على حساب الرؤيه ديالي المحدوده ربما غادي يدخل رافينيا العمق، يعني كصانع العاب كعشرة غادي يلعب، وغادي يكون في الجناح والجناح الايسر. ربما غادي يبداو باو فيكتور لان حتى باو فيكتور يتقن هذا المركز، وربما كيلعب حتى مهاجم وهمي من خلال الجناح الايسر، او يدخل بفاتي. ربما فاتي ما مستبعد انه يدخل به. علاش؟ لانه مازال ما شارك حتى دقيقه من بعد الرجوع ديالو من الاصابه مع هانزي فليك. في الغالب غادي يدخل توريس، غادي يدخل فيران توريس الا ما دخلش باوكو بارسي، وهذا هو المعضله الكبيره اللي دائما كل فيديو كنتكلموا فيها، هو توريس دائما كل ما كتزاد الايام كتزاد المباريات كيزاد داك النحس وداك الضغط عليه من الجماهير ديال فريق برشلونه. فريق برشلونه هذا اللاعب هذا اللي ما محبوبش عندهم، لاعب اللي دائما بدونه، لاعب اللي كينتظروا فوقاش يخرج من فريق برشلونه، لان صبروا عليه كثير، كيتسناو دائما المستوى ديالو يتحسن، دائما المستوى ديالو يتطور، دائما يعطي احسن، دائما يعطي الافضل، لكن للاسف ما كتلقى الا نفس المستوى، الا نفس الاخطاء، الا نفس تضييع الفرص. في الغالب انه يخرج نانتومان مع الحارس وجه لوجه، ورغم ذلك انه كيضيع فرص سانحه للتهديف، نادرا ما كتلقى انه كيسجل لك شي اهداف، نادرا ما كتلقى انه كيعطي الاضافه للفريق، نادرا انه كيبرد القلب للجمهور ديال فريق برشلونه لو بغينا نقولوا بين قوسين، يعني نادرا ما كيوصل للحده، كيوصل للحده التهديفيه او كيوصل للمرمى بشكل عام، يعني نادرا ما كيسجل الاهداف. هذا كنتكلموا على مهاجم في صفوف فريق برشلونه، فريق اللي هو كبير اللي ينتظر منه انه يسجل اهداف كثيره، وعلى العموم انه مسجل هذا الموسم برشلونه كفريق مسجل اهداف كثيره، ورغم ذلك ما غتلقاش المشاركه ديال فيران توريس، واحد المشاركه اللي هي عاليه في تسجيل الاهداف، رغم انه كيدخل كاحتياطي، ولكن رغم ذلك فتوريس اللاعب المنبوذ من طرف جماهير فريق برشلونه. وعلى الصحربه الا بغينا نكملوا التشكيل غادي نقولوا ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي الحضور ديالو اساسي لان خبره، عامل تجربه، كيلعب دور، واصلا راس حربه ما عندناش ديك ما كاينش ديك التغيير، ما عندناش في الاحتياط في بنك الاحتياط واحد الاختيارات اللي هي كبيره اللي غتاح لهانزي فليك انه يدير تغيير ليفاندوفسكي. للاسف المشكله ديال فريق برشلونه هو هجوميا ما كاينش شي عده اختيارات اللي هي كثيره، رغم انهم يرجعوا المصابين اللي عند فريق برشلونه، ففي الغالب عندنا المصابين في الدفاع وفي وسط الميدان. الا بغينا نتكلموا على اولمو، بغينا نتكلموا على فيرمان لوبيز، بغينا نتكلموا على غافي، هادو من المصابين في وسط الميدان. اما بالنسبه للدفاع فعندنا اراوخو، كريستينسن،
برنار حتى هو لزنا المصابين، فهو في وسط الميدان يعني لاعب ارتكاز. الا بغينا نتكلموا على تير شتيغن حراسه المرمى، يعني الا بغيتي تتكلم على خط الهجوم ديال فريق برشلونه ما كاينش تنوع، ما كاينش اختيارات كبيره. كنتكلموا على لامين يامال، على رافينيا وعلى ليفاندوفسكي، هادو هما الهجوم، خط الهجوم ديال فريق برشلونه. بالنسبه للاختيارات، بالنسبه للتغييرات، عندنا انسو فاتي اللي مازال ما حتى دقيقه ما شارك مع هانزي فليك، ما عرفناش السبب اللي نرجع. واش هانزي فليك ما مرتاحش ولا ما مقتنعش بالقدرات ديال انسو فاتي لما كيشوفوا في التدريبات؟ واش مازال الاصابه ديالو مازال ممكن فيها شكوك وبغى يتحفظ عليه هانزي فليك ما يشاركوش في المباريات، كيتسنى راه تما يزيد توالي الايام، يعني يزيد اللاعب يتدرب مع المجموعه اكثر باش عاد يمكن يعطي شي دقائق. الله اعلم شنو هو السبب اللي ما خلاش هانزي فليك يشارك، يتم اقحام انسو فاتي ولو لدقائق في بعض المباريات. وشفنا في المباراه ديال اوساسونا انه كان قادر يدخله، وكان على وشك انه يدخله في العشر دقائق الاخيره لولا الاصابه ديال دومينغيز اللي خلات هيكتور فورت هو اللي يشارك بدل من انسو فاتي. بالنسبه للمباراه على العموم والتشكيل ديال فريق برشلونه هو هذا على حسب رايي الشخصي اللي قلت انه غيدخل به هانزي فليك. ولكن بالنسبه للمباراه كنقول انا في المتناول، يونغ بويز خصم سهل، كنتظر ان فريق برشلونه كما قلت انه يبادر التسجيل منذ الدقائق الاولى، على الاقل الشوط الاول ينهي فريق برشلونه ولو بنتيجه 3-0، نتيجه اللي تكون مريحه، نتيجه اللي تكون في المتناول في الجيب ديال فريق برشلونه، باش هكا هانزي فليك ممكن انه يدير المداوره غير داخل المباراه، يعني تقلب المباراه انه يدير مداوره ويخرج لاعبين اللي هما اساسيين، ويتم اقحام اللاعبين اللي ما كيلعبوش كثير واللي يمكن عندهم اراحه بدنيه اكثر من اللاعبين اللي شاركوا لدقائق كثيره منذ بدايه الليغا وبدايه دوري ابطال اوروبا وبدايه المسابقات هذا الموسم. يعني انتم الاخوان كيفاش كتشوفوا المباراه؟ واش كتشوفوا ان برشلونه قادر ينهي المباراه في الشوط الاول؟ واش قادر ان الامور تمشي كما يجب، كما ينبغي، كما يراها هانزي فليك، او لا الامور مازال غادي تصعب على فريق برشلونه؟ هذا مجرد تساؤل. انتم ما تنسوش تخليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات لاني كنقراهم ومهمين بالنسبه ليا. وما تنساش دعموني بلايك سبسكرايب، جيم تشير الفيديو مع الاصدقاء ديالك. 好吧